زكاة الراتب؟ الراتب يا إخواني لا تجب فيه الزكاة إلا فيما حال عليه الحول. والإنسان يعني لو جلس يضع لكل توفير من راتب حول صار عنده 12 حول في السنة، لكن لو جلس وضع الحول مثلا في رمضان في ذي الحجة عند بداية المدارس وخلص كل ما جاء الوقت يزكي اللي عنده، هذا أريح له. وعثمان رضي الله عنه كان يقول للصحابة وأهل المدينة وهو يخطب: هذا شهر زكاتكم، يعني رمضان. الإنسان يشوف اللي عليه واللي عنده ويحسب المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.